من 7000 سنة في مصر لازم أي حاجة بتحصل أو أي حاجة أو أي أحداث بتحصل في مصر لازم يعبروا عنها بالفن. من 7000 سنة الفراعنة لو في عندهم تقدم مثلا في الطب والتحنيط وكذا لازم يعبروا بالفن. لو في حروب لازم يعبروا بالفن. لازم لو اخترعوا حاجة في الزراعة مثلا أكيد لازم تنقش على المعابر عشان بعد كده يبقى فن والناس تكتشف وتفهم. لو في تقدم في العمران زي الأهرامات لازم يعبروا عنه بالفن. حتى ثورة 25 يناير برضو لازم يعبروا عنها بالفن. الميادين في مصر دايما بنتكلم عن ان ميدان التحرير هو الثورة وهو طبعا الاعتصامات والمتظاهرين، لكن الحاجة اللي ممكن احنا كلنا ما نبقاش واخدين بالنا منها انه مع ثورة 25 يناير في عدة ميادين تانية في جمهورية مصر العربية بتشهد احتفاليات جميلة جدا فنية. ممكن ما يكونش سلط عليها الضوء بما فيه الكفاية، لكن في الحلقة أو في الفقرة النهاردة ومع ضيفي هنفهم كان في فعلا احتفاليات كل يوم سبت أو أول سبت أول الشهر من كل شهر دايما بيبقى فيه احتفاليات في ميادين كتيرة جدا في جمهورية مصر العربية، بس احنا ما نعرفش الموضوع ده. معايا عضو ائتلاف الثقافة المستقلة الأستاذ طه عبد المنعم. صباح الخير يا فندم. صباح النور. أستاذ طه، حضرتك عضو ائتلاف الثقافة المستقلة. ائتلاف الثقافة المستقلة بيعمل ايه بالظبط؟ احنا كيان كون بعد الثورة، وكنا عاوزين احنا يعني البيان التأسيسي بتاعنا وقع عليه أكتر من 80 كيان ثقافي وفرقة موسيقية ومسرحية و120 مثقف. كنا عاوزين نقدم ثقافة اللي عاوزين نشوفها بتاعتنا احنا، مش بتاعت الدولة. ثقافة اللي احنا كنا دايما نشتغل عليها، ويعني في الفرق ديت، في اللي بيشتغلوا في مسارح الدولة وفي اللي بيشتغلوا في مسارح الشارع ومع الشارع والمستقلين. كويس. فحبينا نقدم حاجة جديدة، فكوننا كده هوت وقلنا هنقدم حاجات. عملنا الفن ميدان أول سبت من كل شهر، وعملنا مئوية نجيب محفوظ، وعملنا يوم الشعر، وبنعمل حاجات كتير. حلو، ده بداية أول إيفنت أو أول حفلة أو أول حاجة عملتوها كانت بدايتها إمتى؟ في مارس، أول سبت في مارس اتعمل فن ميدان في عابدين. هي واحنا قاعدين بنتشاور في الأول كده هوت، كان في شباب مهندس كان عندهم فكره كده تصور ان عاوزين يستغلوا المساحات الفاضيه اللي موجوده الغير مستغله في اغراض اجتماعيه ثقافيه فنيه. فاقترح علينا ان في ميادين محدش بيبص لها خالص، نعم. زي ميدان عابدين. ميدان عابدين مساحه مفتوحه جامد قوي قدام قصر عابدين، ومفيش حد بيعمل فيها حاجه ولا حتى عربيات بتمر فيها، فليه ما نعملش فيها حاجه؟ تمام. فروحنا احتلينا الميدان، عملنا فيه مسرحين، وكل اللي عاوز يجي يلعب فن بيجي، في راب وفي مزمار بلدي، في كل الفنون بتتقدم فيه وبكل المستويات. طيب، هل الفنون، يعني احنا دايما كان الضوء مسلط على ميدان التحرير والاحداث اللي بتحصل في ميدان التحرير، ولو الكاميرا نزلت شويه في الشارع فكانت بنقعد نتفرج مثلا على مثلا معرض رسم تشكيلي عن الثوره، بنلاقي مثلا حد بيلقي شعر مثلا. انتوا في الميادين اللي انتوا كنتوا بتعملوا فيها احتفاليات دي كان بيبقى فيها ايه؟ هو عموما قبل ما اقول الحكايه ديت، ان برضك الثوره كان قامت لما قامت في المحافظات التانيه، قامت في ميادين تانيه، تمام. يعني ميدان الأربعين في السويس، وسعد زغلول، ميدان القائد في اسكندريه، وفي الاقصر سيدي ابو الحجاج. يعني في ميادين تانيه برضك يعني قامت فيها الثوره، واحنا برضك استغليناها ان احنا نقوم فيها الفن زي ما انت حضرتك قلت في المقدمه بتاعتك، ان احنا عاوزين نقدم فن وثقافه جديده. يعني احنا شايفين ان الدوله قدمت ثقافه بتاعتها ومش كافيه، فدي الفرصه بتاعتنا ان احنا نظهر ونقول كذا. وكمان هي نافذه
للمثقفين ومنظمة المنظمات شغالة في الثقافة والفنون إن هي تتواصل أكتر مع رجل الشارع. نعم. طب يعني في، انا في المخرج بيعرض لي شويه صور انت جايبها لنا دلوقتي، الصور دي من الميدان ده. من الميدان ده تجهيز الميدان الأول، نعم. وده معرض كتاب، وفي معارض تانية، وده تجهيز المسرح. لا ده انا ممكن بعد اذنكم يا جماعه في الكنترول نرجع تاني للصوره بتاعت المسرح بعد اذنكم. بعد اذنكم. ما هو فيديو، فيديو. انت في بتعمل حتة فيديو في مش صور في فيديو. اوكي. انا شايف استاذ طه المسرح كبير، يعني مش صغير. الميدان كبير برضك. لا انا قصدي انه بقى ايه، مين اللي بيكلف لكم، يعني مين اللي بيدفع انك انت تعمل مسرح كبير زي ده وتشيله تاني يوم يعني؟ احنا قايمين على التبرعات، نعم. تبرعات مش الاعضاء بس، لا كل المهتمين والمثقفين كتير اللي بيعرفوا ان احنا بنقدم حاجه جاده بيساعدونا. الاول كان مساهمات من رجال اعمال، وبعد كده هو المثقفين لما ابتدوا يحسوا ان الموضوع بتاعهم بيجوا. احنا التكلفه بتاعتنا مش كبيره علشان الفرق الموسيقيه اللي بتيجي والفرق الفنيه اللي بتيجي ما حدش بيدفع لها فلوس، بتيجي عشان تقدم الفن بتاعها مش اكتر من كده. احنا كل الموضوع ان احنا بنجهز لها المسرح والفراشه والساوند سيستم، بنجهز لها المناخ والمكان المناسب، حتى لو بتبقى يعني فرقه مسرحيه عندها ساوند سيستم بنستعيره منها اليوم دوت، وهكذا دواليك. طيب انا يعني اللي انا عرفته او سمعته انه وزارة الثقافة كانت ساعدتكم في فترة من الفترات. ساعدتنا في شهر 10 و11. هو كل الموضوع ان دكتور عماد ابو غزي حضر الاحتفاليه ديت معانا كذا مره، دعيناه وكان بيجي. قال يعني نساعدكم، بس هو لما مشي حصلت مشاكل، وكمان اصلا احنا لم نعتمد ان احنا مهرجان شهري، واحنا توقفنا شهر 12. الامور البيروقراطيه ديت اعاقت ان يبقى في تمويل بعد كده اهوت، لكن قالوا ان ممكن نمولكم كل 3 اشهر، يعني بعيد قوي. وكمان احنا اتزنقنا ان احنا كنا خارجين من شهر 12 الاستعدادات بتاعت يعني احداث مجلس الوزراء، وكنا تمام بنساعد الثوار في تمام التحرير، وما جمعناش تبرعات كفايه، فعشان كده الدورة بتاعت بكرة اللي هي تعتبر العشرة هتبقى متقلصة أكتر من اللازم. يعني كنا الأول بندعم أكتر من 12 محافظة معانا، دلوقتي اللي هنقدر ندعمه 4 محافظات بس، وبدل مسرحين هيبقى مسرح واحد بس. هنحاول نمشي الأمور، يعني مش عاوزينها تقف. انما في الايام اللي هي العاديه كنتوا بتبقوا مثلا في كام محافظه يوم السبت؟ يعني 12 محافظة، 7 محافظات. احنا كان في مبادرة عندنا ان احنا عاوزين نخليها في ال24 محافظة في وقت واحد، بس طبعا الإمكانيات واحنا اصلا بنشتغل بشكل تطوعي، كل واحد شغال في مكان هو ليه علاقة بالثقافة برضه. طيب نوعية الفنانين او نوعية الحاجات الثقافية اللي انتوا بتقدموها بتبقى عاملة ازاي؟ او هل في مثلا فنانين مشهورين مثلا جم قالوا لكم يا جماعة احنا عايزين نشترك معاكم، هل ولا؟ ايوه، في فرقة اسكندريلا، وفي فرقة وسط البلد، في علي الحجار واحمد الحجار جم قبل كده كذا مره. الفنانين المشهورين لما بيعرفوا ان احنا شغالين كويس بيجوا، وفي شعراء زين العابدين واحمد حداد وفؤاد حداد، اقصد ايمن حداد، بيجوا يحضروا معانا يعني ويتواصلوا مع الجمهور. طيب يعني يوم السبت، اول سبت من شهر يناير ده اللي هو بكره، اللي هو بكره سريعا كده ناويين تعملوا ايه؟ هو او قدرتوا بمعنى اصح قدرتوا توفروا انك تعملوا ايه؟ يعني هو في فرق موسيقيه بس، احنا هنعمل مسرح واحد. الفقرات بتاعتنا هتبتدي من الساعه 12 لغايه 9 بالليل او 10 بالليل، وهيبقى في حفل توقيع الكتب بتاعت مقاولات نجيب محفوظ، ده من اصدارات الائتلاف برضك، كويس. وفي فقرات فنيه برضك كتير. انا من ضمن الصور كده لقيت واحده منقبه انتم مصورينها وقاعده جنبها واحده يعني اجنبيه سائحه يعني. لا مش سائحه، هي من اهل البلد برضك، بس يعني ساكنه في حته تانية، مش ضروري يعني.
هل يعني السيدات المنقبات ممكن يكونوا بيجوا ايوه لأهل ايوه أهل الحتة من عابدين يجوا يشاركوكوا كذا ده احنا الاحتفالية؟ اندهشنا من كميه الاقبال اللي في ميدان عابدين والناس اللي بتيجي، وكتير يعني من كل المستويات ومن كل الاعمار. في بنعمل ورش رسم للاطفال وفي ورش رسم للجرافيتي. نعم الورش دي بيقبل عليها الاطفال جدا، وبنوفر لهم الالوان وبيرسموا وبيلونوا، وبنعمل يعني كل حاجه بمعزله. حلو حلو ان احنا نعمل جو احتفالي جميل جدا، يبقى فيه نشر ثقافة ونشر حتى الاطفال، الام انها تنزل مثلا مع ولادها مثلا يلعبوا يرسموا ويشوفوا، يعني جو حلو حلو بجانب الثوار وبجانب المشاكل وبجانب كل الاحداث اللي بتحصل، برضو يبقى فيه نوع من الترفيه، دي حاجة جميلة هو جدا. احنا دينا دايما موقف سياسي كويس موجود، يعني كويس في مواقف سياسية بنقدمها. تمام يعني على المسرح في مثلا عمرو واكد بيطلع، نعم ريم ماجد وباسم يوسف بيطلعوا يكلموا مع الناس كويس. ويوعوهم، يعني أرجو في لنا مواقف سياسية استاذ، موجودة. أرجو إنك أنت إن شاء الله في السبت، يمكن ده ما نلحقوش، يمكن السبت بقى بتاع الشهر الجاي، يعني في يا ريت فبراير تبقى تقول لنا ننزل كاميرا نهارك سعيد تصور يا ريت الاحداث يا اللي انتوا ريت بتعملوها، يا دي ريت حاجه حلوه ان يا احنا ريت. نفرفش شويه، لا هي مش فرفشة، احنا نحاول ان بنفتح احنا اذهان بعض يعني. دي حاجه حلوه، حاجه حلوه. بنشوف الدنيا ماشية ازاي. الاستاذ طه عبد المنعم، عضو ائتلاف الثقافه المستقله، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا، فاصل وراجعين حالا.